كان هتدير مباراة جمهور مصر والجزائر هناك ما ينفعش، ما ينفعش نهائيا. وعشان كده هي مترتبة أصلا في الجزائر اللي هما داخلين حي أو موت، وبعدها ناخدها هناخدها سواء عافية أو بطلت. الحمد لله احنا خسرنا، أنا فرحان إن خسرنا أحسن ما يسمعش حد يرجع نهائيا. أنا من ضمن الشعب المصري من مصري ومن مؤدب، وبدأت في رفع إجراءات دعوة قضائية ما يخصني وما يخص الشعب المصري عن السحب والقصف والإهانة ضد وزير الخارجيه الجزائر، وزير الشباب والرياضه، رئيس مجلس الشعب الشباب والرياضه في الجزائر. واللي بنتمناه بس بعد صدور حكم ان شاء الله باذن الله من القضاء المصري العادي ان وزاره الخارجيه تفسد. طول الحقيقه مختلفه، يمكن تجاوزت المباراه، لكن محاوله على الاقل ان احنا نحفظ حقنا زي ما احنا لازم بناكد ان احنا مش هنخاف. ايوه الحق عشان يدي للناس يعني فرصه تعرف ان هيحصل بالظبط. هيحصل تقديم الملف حسنا ستفعل السودان، انما يعني تؤكد ما